أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المكره وبين الذي خاف من الكفار، مع أن المكره حمله على طاعة الكفار الخوف؟ لا، مجرد الخوف ما يكفي، حتى يهددوه. عند بعض العلماء يهددوه، بعض العلماء كما سمعتم من ظاهر كلام الإمام أحمد أنه ما يكفي حتى التهديد، لا بد من أن يشرعوا في التعذيب، لا بد أنهم يشرعون في تعذيبه. نعم.